السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم راح نشوفوا الطريقة الصحيحة اللي نحضروا بها الكاوكاو أو الفول السوداني، يعني طريقة راح تكون بسيطة ومشي معقدة، يعني في 5 دقائق إن شاء الله راح يتوجدوا الفول السوداني تحكم، لأنه لو تستعملوه يعني على هذه الحالة في الحلويات راح يمدكم الحلوة تكون يابسة بزاف وراح تكون ناشفة، لذلك لازم نتخلصوا من الزيوت اللي فيه. لمقادير هذه الوصفة نحتاج عندنا 500 غرام من الكاوكاو، يعني يكون مقشر. نحتاج حبة ليمون، يعني تكون متوسطة أو كبيرة. ونحتاج أيضا عطر اللوز المر، يعني ما تستعملوش عطر اللوز الحلو، لازم تستعملوا عطر اللوز اللي يكون مر. أول خطوة احنا عملوها نديروا كمية من الماء تسخن، ولازم تغطوا الماء تحكم يعني باه يغلي لكم بسرعة ما يديكمش الوقت بزاف. الآن حنضيف له شرائح من الليمون، ونديروا قطرات ايضا من عطر اللوز المر هكذا، حوالي ملعقة قهوة. الان حنغطي على الليمون مع عطر اللوز المر ونخليه يغلي حوالي 3 دقائق. كاين طرق بزاف شفتهم يعني يغلوا الكاوكاو لمدة طويلة، وهذوك الطرق خاطئة 100%، يعني بحكم التجربة تاعي في هذا المجال نقول لكم انها خاطئة 100%، لانه الكاوكاو هذاك لما تصفوه ومن بعد تنشفوه راح تتحصلوا على كاوكاو خفيف يولي كنخالة، يعني كي تولي تخدموا به تحسوا كأنكم تخدموا بالنخالة، يعني تروح له كامل الميزان تاعو. احنا ما نحوسوش الان نغلوه نطيبوه، راح نغلو الكاوكاو فقط باش نقصوا منه الزيوت اللي فيه، لانه الزيوت اللي فيه هي اللي راح تعطي الذوق تاعو هذاك القاسح، لازم تخلصوا منها، والزيوت هذيك هي اللي راح تخلي الحلوى تجي يابسه. الان احنا واش حنا عاملين له، حنقصوا له كميه كبيره من الزيوت، وبما اننا نقصنا الكميه تاع الزيوت يعني تلقائيا الذوق تاعو راح ينقص كامل. لاحظوا الان بعد ما غلى الماء تاعنا مده 3 دقائق راح نحطوا الكاوكاو تاعنا، يعني ما نخلوش يطيب على نار قليله، لازم تقوى النار حتى تخرج هذيك الرغوه من الفوق. الان بمجرد يولي يغلي لاحظوا الرغوه اللي يولي يعمل فيها، راح نصفي الرغوة هذه، كل ما تخرج الرغوة ننزعها، وراح نخليه يغلي لمدة 5 دقائق راح تكون كافية. لازم تتخلصوا من هذه الرغوة، كل ما تطلع الرغوة تنحوها. الآن مباشرة راح نصفيه، تتخلصوا يعني من القطع تاع الليمون اللي لداخل، نخليه مدة من الوقت حتى يقطر تماما، يعني حتى يتخلصوا كامل من الماء اللي فيه. انتم خلوه حتى يبرد، راح ندير منديل يكون نظيف ونمشوه لداخل هكذا. الان حنخليه ينشف على الشمس، يعني ديروه في بلاصه تكون مهويه وتخلوه ينشف، يعني ما تعودوش تدخلوه للفرن، لانه لو تدخلوه للفرن ما راحش يعطي لكم نتيجه مليحه. صدقوني لاني راني مجرب كامل الطرق، يعني انا كنت نخدم به بزاف، وكي نكون يعني مقلق ندخله في الفرن ينشف ما يعطينيش نفس النتيجه اللي تكون نشف على الشمس. بالنسبه اللي يستعملوه كميات كبيره مثلا الافراح، يعني غليتو 10 كيلو، لما تغلو مثلا 10 كيلو تخلوه يغلي حوالي 10 دقائق حتى تخلص هذيك الرغوه من الفوق اللي تكونوا تنزعوا فيها، من بعد صفوه. كي تكون كميه كبيره كتصفوه عاودوا شلوه بالماء الساخن، يعني في الكسكاس كتصفوه ديروا عليه كميه من الماء الساخن ماشي ما بارد، الماء الساخن شلوه به وعاودوا ايضا خلوه يقطر ونشروه، وراح يعطيكم نتيجه رائعه للحلوه. هذا الكاوكاو اللي كنا حضرناه من قبل يعني الان حنخليه ينشف. انا حضرت نفس الطريقه، يعني حضرت به كميه هنا حوالي 2 كيلوغرام وخليته ينشف حوالي اسبوع، يعني اذا كنت تسمعوا في القوام تاعو كيفاه يكون، يعني تخلوه ينشف عادي كما نشفوا اللوز، يعني اللوز كي نشروه بالقشور ونملطوه يعني في الماء الساخن، من بعد نعاودو نشلوه ونديروه ينشف، يعني بنفس الطريقه نشفوا الكاوكاو ايضا بلا ما ندخلوه للفرن. الان راح نطحن منه كميه باش نشوفوا القوام تاعو كيف يكون. وبالنسبه للطريقه اللي نطحنوا بها الكاوكاو ولا اللوز، يعني ما نطحنوش يعني في الروبون تاعنا بطريقه مستمره، يعني نبقاو نضغطوا عليه حتى لاخر لحظه، لا لا، لازم نطحنوه بطريقه يعني متقطعه بهذا الشكل. وراح نخليكم الفيديو كيما راني نطحن فيه هكذا، يعني باش تشوفوا القوام تاعو بلا ما ننقص في الفيديو. لاحظوا القوام تاعو كيفاش يكون،
لاحظوا يعني ما راحش يكون معجن. لاحظوا القهوة نتاع الكاوكاو تاعكم كيفاه يكون، يعني يكون يتزربع ما يكونش معجن، والنتيجة تاعها مضمونة 100%. نتمنى انكم تجربوها، وبهذه الطريقة ان شاء الله يعني ما راحش تخسروا درهمكم يعني في الحلوى، لانه كاين بزاف ناس يخدموا الحلوى بالكاوكاو وفي الاخير يتحصلوا على حلوى تكون يابسة، الجودة تاعهم يروح باطل. بهذه الطريقة ان شاء الله حتحصلوا على اجمل الحلويات. نتمنى ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، والى الملتقى في وصفة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.